تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر من السيد سمير عبد الله أحمد ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. رفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في البرقية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء كتلة تجار 22 الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها 30 إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ورعاء أسماية الشكر والامتنان، وذلك ردا على برقية التهنئة التي تلقاها وزملائه من لدن جلالته بمناسبة انتخابه لمجلس إدارة غرفة البحرين. أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في برقيته عن خالص اعتزازه لجلالة الملك المفدى على ما عبر عنه جلالته من تمنيات له ولجميع زملائه وزميلاته الفائزين بالتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة بيت التجار، الأمر الذي يشكل دافعا لتحقيق المزيد من البذل والعطاء والسعي نحو الإنجاز والتكامل مع كافة الجهود الوطنية التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار مسيرة البناء والتنمية المنشودة في عهد جلالته الزاهر. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين مواصلة العمل في البناء على ما تحقق من منجزات للغرفة وللقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية الاستثنائية، ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن تصبح غرفة البحرين الشريك الفاعل والمؤثر في صناعة القرار الاقتصادي وفي استدامة ونماء الاقتصاد الوطني ودفاع عن مصالح أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين. اختتم ناس برقيته مجددا العهد على الدوام أن يظل مساندا لكل خطوات جلالته المباركة، مبديا كل الفخر والتقدير لكل منجزات البحرين التي تحققت في ظل جلالته، سائلا المولى أن يحفظ جلالته للبحرين ولشعبها الوفي وأن يعينه ويوفقه على تحقيق كل التطلعات لمستقبل هذا البلد المعطاء.